نعم. هل ينطبق على الطعام ما ينطبق او هل ينطبق الحكم على الشراب في الطعام من حيث الجلوس او القيام او الارتكاء او غيره؟ تريد ان تقول هل ينطبق على الطعام احكام الشرب من قيام مثلا ونحو ذلك؟ اقول ليس هناك نص في النهي عن الاكل قياما كما جاء النص في النهي او للنهي عن الشرب قائما، ولكن هناك اثر وهو عن انس بن مالك رضي الله عنه انه لما حدث من كان حوله في المجلس بان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الشرب قائما، قال له قائل: ارايت الاكل؟ قال: هو شر. قال: هو شر. هذا الصحابي أقول هنا ينبغي أن نتبعه، لأنه لا يوجد لدينا شيء نخالفه به، لكن مع التفريق بين الأكل قائما وبين الأكل ماشيا، فالأكل ماشيا يجوز لأنه جاء النص الصريح أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأكل من قيام فليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سلبا ولا إيجابا، وإنما عندنا هذا الأثر الصحيح عن أنس بن مالك وبه نعمل، يضاف إلى ذلك شيء آخر. الشيء الآخر هو ربما لاحظ بعضكم في هذا العصر أنه صار من موضة الكفار أن يأكلوا قياما، والكراسي موجودة لكنهم لا يجلسون عليها استكبار، حينئذ يزداد الحكم السابق قوة. أيوة، فنقول نحن ما أثر أنس لأن أنس لم يعلم ما لا نعلم، ولأن الكفار اليوم والذين يتشبهون بهم من المسلمين يأكلون قياما فنحن نخالفهم. ماذا نعمل لو دعينا إلى ولينا من هذه وهناك ما في مجال أبدا أن نجلس على الأرض؟ لا في مجال، تجلس على الكرسي بارك الله فيك. ما في كرسي، ما يعني وجدنا كرسي في الصحراء في البادية، ما في أي كرسي هناك. ما في عندهم كراسي، نبي نسلم عليك، ما في كراسي، نبي تريح. جزاك الله خير، ترى يعني بنجيب قهوة وشاه. افعل ما تشاء. أقول أبو صالح أعطونا هذا التصور، هذا التصور لا أريدكم أن تتصوروا أنه لا وجود لحل له، لأنه الكفار دول لا يتصور أن لا يكون في ذلك المكان كرسي، لكن أنا أتصور أنه رجل ضعيف مثلي يخجل يقول يا جماعة أنا بدي كرسي لأنه أنا لا أكل قائما، هذا ممكن. أما أن لا يوجد في ذلك المكان الفسيح كل الاستعدادات القائمة على ساق وقدم، لا يوجد كرسي أو خمسة أو عشرة، أنت لا يوجد كرسي فيما ترى، هذا صحيح، لكن أن يكون موضوعين في مكان آخر في غرفة أخرى هذا موجود. هذا مبيض، نعم، عندي مبيض أخوك للطعام، حطيت كراسي، حطيت بس أخوك للأكل. أنا عارف، عندهم أرض. أنا قد أجبتك، لا اسمع، ما بدنا نصل للأرض، قد أجبتك بأنه عندهم غرفة لابد أن يوجد فيها كرسي، لكن بدنا نحن يكون عندنا الشجاعة الأدبية
أن نثبت إسلامنا، أن نثبت شريعتنا. قوية. اليوم مع الأسف كثير من الشباب اللي في بلدهم لابسين البلد العربي الإسلامي، لكن إذا ما خرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفر نازعوا لباس المسلمين ولبسوا لباس الكافرين. لماذا؟ لأنهم يخجلون أن يظهروا بمظهر المسلمين أمام الكافرين. هذا ضعف بلا شك. ولذلك نهى الرسول عليه السلام عن الذهاب إلى بلاد الكفر، وقال المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لأن هذا أو هذه الإقامة تؤثر في معنويات هذا المقيم وتغير من طبائعه وأفكاره. ولذلك كان العربي الأول يدخل على ملك الفارس والروم بزي العربي، بينما هذين كانوا طنطنين بالألبسة الذهبية والسلاح ولا يبالي. حتى في بعض الروايات دخل المغيرة على ملك فارس وغرز الرمح في الأرض وإيش ثقف السجاد ولا بالة، ليش؟ هي عادة العرب عصاية قوة. وين نحن اليوم إذا بدنا نروح نغير زينا وشكلنا؟ لذلك يا أخي يونس لما تتطور الموضوع بهذا الضيق فربما يخرج له أو يرجع له فرجا، لكن كما يقولون عندنا في الشام بده هز كتاب، بده هز كتاب، بده حركة يعني. هل ينطبق على الشراب من حيث الاكتفاء؟ يعني هل نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آكله كما آكل العبد وأشربه أو أجلسه كما يجلس العبد؟ نعم. وأما أنا فلا آكل متكئا. فهل ينطبق هذا على الشراب؟ ظاهر أنه كذلك، ولكن ينبغي التنبه إلى أن الحديث لا يعني النهي وإنما يعني الاستحباب الأفضل. لا أكل متكئا غير نهى عن الأكل متكئا. واضح؟ نشدد والله في قضية الأكل هذه. إيه؟ نشدد في قضية الاتكاء. لا الشدة ما هي، إذا كان ما عندنا نقص ما نشدد. تقول كان الرسول يكره الأكل متكئا ويقول أنا إنما أنا عبد كما قلت آكل كما يأكل عبد وأجلس كما يجلس العبد. لكن إذا خالف المسلم شيئا من ذلك لا يكون ارتكب معصيته. لا يكون آثما. أيوة. لا يكون ارتكب إثما. وإنما خالف ما هو الأفضل. أي نعم. وسمحت أبن سؤال. نعم. طبعا استطاع أن يؤدي جلسة السنة على الكرسي. كيف؟ إذا طلب الكرسي استطاع أن يجلس على جلسة السنة. إذا طلب الكرسي عند الطعام. يستطيع أن يجلس على أي جلسة السنة. كل شيء فهمته، بس خولك هل يستطيع أن إيش؟ أن يجلس عليه جلس السنة. كيف يعني؟ أن يجلس على الكرسي على السنة يعني. كيف يعني يجلس؟ رجله يثني رجله اليسرى وينصب اليمنى. كيف يعني؟ كما نعلم أن جلس السنة أن يفترش باليسرى وينصب اليمنى. ما هو ترك أشياء وأشياء لأنه مريض. لا هنا لا يريد هذا الكلام. هنا لا يريد. أنا أكثر مرات ترك الفريضة وهو الخيار. أنا أكثر مرات بارك الله فيك لما آكل أقول هكذا، لأنني إذا جلست كذا الحمد لله رب العالمين كان رجلي تحسني شوي وأوجس منها، يعني شيء بسيط هو لا يكود علي وأنا أوجس ملل شوي وهذا أجده أريح لي وأوطن. هل علي في ذلك شيء؟ لا ما عليك شيء. أولا لما ذكرته آنفا أنه هذا ليس فيه ارتكاب إثم أو معصية، وثانيا أنت تذكر عذرا فالعذر يرفع الإثم ويرفع المعصية، ثم هذا يسميه بعضهم اتكاء، التربع هكذا يسميه بعضهم اتكاء
ويدخله تحت عموم قوله عليه السلام لا أكل متكئا. لكن الذي يبدو أن الاتكاء المقصود في هذا الحديث هو الاتكاء الذي يمثل كبر المتكبرين وهو أن يكون على جنب. وهذا الاتكاء هو الذي نعرفه من أحاديث الرسول عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وكان متكئا فجلس. فكان متكئا مش هكذا وجلس لأنك جالس أنت الآن جالس لكن كان متكئا فجلس. إذن الاتكاء الذي يتبادر من قوله عليه السلام لا أكل متكئا هذا الاتكاء. وحينئذ فلو لم يكن الجالس المتربع في رجله وجع ما لا بأس عليه في هذه الجلسة لأنه لم يأتي كراهة لها. لكن في هناك صورة أخرى أكل كما يأكل العبد وهو الإقعاء. تعرفون الإقعاء؟ أيوة أحسنت يا أبو صالح. شفت العرب شلون بيفهموه؟ نحن ما لنا عرب بقى. لو سألنا العرب عندنا شو الإقعاء ما بيعرفه. هذا هو الإقعاء. فإذا إذا أراد المسلم وكان صحيح الجسم أن يقتدي به عليه السلام يقعي لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السابق. نعم كل حكم كل حكم لأنه الجلسة هي هي كما في اللغة العربية أيضا جلسة المتحفز. المتحفز يعني هذا بده ينام مو مصدق يقوم يعني. بينما نحن بنقعد متربعين يا الله مدد مدد.